مش كل الناس بتحط الحاجه في الفريزر في العلب بتاعه التلاجه، في ناس كتير قوي بتستخدم الاكياس التلاجه اللي هي الخفيفه دي. أوكي. هل دي ليها ضرر على الحاجات اللي جواها؟ اوكي، في بتبقى اكياس مخصصه مخصوص لحفظ الاطعمه، وممكن احنا لو نتكلم بطريقه بسيطه او لو حد مثلا مش عنده خبره قوي ان هو يقدر يشتريها، ممكن نقول الاكياس بتاعه البوليسري. بس بنيجي بقى في حته معين، ان انا ما احطش اكل سخن مهما كان يعني نوع الكيس بتاعي. ما ينفعش اكل سخن كده يعني سخن جدا او حاجه سخنه قوي ابتدي احطها في كيس حتى لو بولي اسيلين وابتدي اروح مدخلاها في الثلاجه. لازم يكون ايه يعني الحاجه هاديه شويه ما تبقاش درجه حرارتها عاليه، وبحطها في الاكياس ده وافضي الهواء وبحطها في الثلاجه. طيب بالنسبه للاكلات النص سوا بقى يا دكتور، هل دي سليمه ان سيدات روابط البيوتي يعملوا اكل نص سوا ويسيبوه في الفريزر عشان لما يجوا يبتدوا يعملوا يجهزوا اكل يبقى اسهل لهم ويوفر وقت، ولا لا؟ بقول برضو في الحته دي ان لو هيحطوا في الفريزر هيطلعوه يطبخوه على طول. بمعنى يعني مثلا في ناس بتعمل محاشي ملفوفه كده يحطوها اطباق في الفريزر خلاص زي بيبقى نيه تقريبا، نيه لما انا باجي بطلعها بحط على طول بساوي على طول الشوربه عليها وبتبتدي ان هي تستوي. في ناس بتبقى عامله العصاج بتاع اللحمه للصواني، لو حضرتك هتطلعيه على طول هبتدي ادخله فيه، سواء عامله في مكرونه سواء عامله في رقاق وات ايفر، وابتدي ادخله في البوتاجاز. حفظ الاكل كمان مهم جدا في حته اللي هو في الفريزر، ان انا بعمل ترشيد للاستهلاك او بقلل الهدر من الاكل بتاعي. يعني مثلا سي دلوقتي اي ست بيت مثلا طبخه سي خضار بسله ملوخيه اي اكل وبقى منها جزء بتشيله نظيف في الفريزر وبعدين تيجي تطلعه تسخنه تسخين مره واحده بس على قد الغدوه اللي هتاكلها او قد الاكله اللي هتاكلها، تسخنها التسخين مره واحده وتاكله. يبقى انا كده عندي تجميد في الحاله دي للاكل المطهي، ده كده وفر لي الاكل ان هو ممكن يحصله هدر منه ان هو يترمي او ان هو يبوظ او او او. وبرده نفس القصه بقول ما يبقاش الاكل درجه حرارته عاليه وابتدي احطه كيس في، لا اسيبه ساعه كده ولا حاجه وابتدي اعبيه في الكيس من اكياس ممكن البوليسيلين، او ممكن في محلات اللي هي بتبقى العبوات الغذائيه نقول لهم في اكياس بتكون يعني اعلى شويه مخصصه لحفظ الاطعمه وببتدي احط فيها الاكل بتاعي وبحطه في الفريزر بطلع تسخين مره واحده. ايه الضرر لو تسخن تاني مره؟ الايه؟ ايه الضرر لو تسخن تاني مره؟ ممكن عرضه بقى ان تتكون فيه التسمم الغذائي او اللي هو نقول التلوث الميكروبي، ممكن يحصل تسمم غذائي بيكون في يعني الاكل عرضه اكتر ان هو يحدث لنا تسمم غذائي نتيجه ان هو يتلوث اكتر. تمام طيب.